مرحبا مشاهدينا الكرام على قناة عبير في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة القنيطرة. انتحار، محاولة انتحار إلى حدود الساعة مازال ما عرفناش واش انتحر أو لا، ولكن محاولة انتحار شرطي في مدينة القنيطرة عبر ضرب راسه برصاصة في الرأس، والثانية ولا رصاصة أخرى خرجت من الرأس ديالو. فبالتالي يعني كنت تشوفوا الآن مشاهدينا الكرام تجمهور عدد من الناس، نقل هذا الشرطي إلى 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 نقل هذا الشرطي إلى المستشفى الإدريسي لتلقي العلاجات اللازمة والضرورية. مشاهدينا الكرام على قناة عبر في هذا البث المباشر، مازال ما عرفناش الحالة ديالو واش مستقرة أو لا. مشاهدينا الكرام على قناة عبر ننتظر شوفوا الحالة ديالو كي دايرة. يعني نقل لتلقي العلاجات في سبيطار او في المستشفى الادريسي بمدينه القنا. حيدوا الدراري، حيدوا الدراري، تنصوروا الدربه ولا حيدوا سيروا كولها. يعني لتلقي العلاجات اللازمه، كل التضامن مع جميع رجال الشرطه، كل التضامن مشاهدينا الكرام على قناه عبير مع رجال الشرطه اللي كيديو الوظيفه ديالهم على اتم مما يجب. موقع عبير صحاب، كل التضامن مع رجال الشرطه اللي كيديو الوظيفه ديالهم كما يجب، كما يجب. كل التضامن مع رجال الامن اللي كيقدموا وكيقوموا بواجب ديالهم كما يجب. ان هاد حاله انتحار خاص إعادة النظر فيها. تشوفوا مشاهدينا الكرام على قناة عبر، هذا هو منزل الشرطي، تشوفوا منزل الشرطي. سلامات، نتمنى على أنه الأخبار المجاية اللي ممكن تجينا أنه يكون لازال على قيد الحياة ويعود الراجل الأسرة ديالو سالم غانم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام على قناة عبر، وجب التذكير كل التضامن مع رجال الشرطه اللي كيخدموا في ظروف يعني كيتعصبوا بزاف الامور، يعني بزاف الامور كتوقع رجال الامن. فنتمنوا على انهم يعني يتزاد الاهتمام بهم، لان راه صعيب انك راه مهنه الشرطي راه ماشي سهله، باش نكونوا واضحين. عائله مات. 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 تشوفوا مشاهدينا الكرام هذا هو منزل، هذا هو المنزل الشرطي. نتمنى على انه ما يكونش توفى، يعني نتمنى على انه ما يكونش يعني توفى. مشاهدينا على قناة عبير، نتمنى على انه يرجع غانم سالم لدارو الى حدود الساعه. ما كاينش شي حاجه تؤكد على انه توفى، شي حاجه رسميه، ننتظر شي حاجه رسميه التي تؤكد على ان الشرطي قد توفي. يعني فعلا رجال الشرطه المهمه ديالهم صعبه جدا،
العمل ديالهم الشعب مثلهم مثل اخوانه في قوات المساعده، وايضا يعني في الوقايه المدنيه، في الطرق الملكي، الجنود المرابطين على الحدود، العسكر. يعني هذه مهن اللي حقيقه يعني مهن صعيبه، وصعيبه بزاف. نتمنوا يا ربي يا ربي يا ربي يعني يلطف بهاد الاسره ديال هاد السيد ويرجع غانم ليهم. وايضا وجب الاهتمام بهاد الناس اللي كيسهروا على الحمايه ديالنا دائما ودوما، كيسهروا على الحمايه ديالنا. يعني بعض الاخبار تشير على ان الشرطي قد فارق الحياه، لكن ما كاينش شي حاجه مؤكده الى حدود الساعه، الى حدود هاد اللحظات، هاد الدقائق. مشاهدينا الكرام على قناه عبير، ما كاينش شي حاجه اللي تثبت على ان هاد الشرطي قد توفي. مازال ما كاينش شي حاجه. ننتظر سلامات يا ربي على انه تكون الاخبار ديال الوفاه ديالو غير صحيحه. يعني جو نتمنى مشاهدة الكرام طارق وصول الان الشرطه التقنيه والعلميه الى عين المكان. يعني راه جاو قبيله ومازال يعني مازال تيتوافدوا باش انهم يعرفوا شنو الاسباب الخفيه وراء هذا الاقدام ديال هذا الشرطي على انهاء الحياه ديالو، او محاوله انهاء. مازال ما مأكدينش واش مات، حتى نشوفوا في لي كومونتات يقولوا راه مات. ننتظر. يعني هناك مصادر صحفية تشكل أنه متوفي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب مصادر صحفية تؤكد على أن الشرطي قد توفي، أنه توفي. نتمنوا الصبر العائلة ديالو، دخول الشرطة التقنية والعلمية إلى عين مكان. مشاهدنا الكرام، إذا توفي إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ما صح هذه الأخبار، هذا هو المنزل. شوفوا المنزل مشاهدينا الكرام، انتحر فيه مرتبة الشرطة تحت الشرطة التقنية والعلمية. دخول الشرطة التقنية والعلمية لكشف عن ملابسات هذا الحادث المؤلم الذي أحزننا حقيقة. أنه رجال الشرطة يكونوا أصلا هم أبناء الشعب في آخر المطاف. حسب مصادر إعلامية إلى حدود الساعة وصحفية أنه قد توفي هذا الشرطي بعد محاولته الانتحار. فعلا قد توفي حسب مصادر إعلامية. مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله أنه يحمي بلادنا ويحمي كاع المغاربة في هاد اليوم المبارك، في هاد أيام العيد. من يتساءل عن اسم الحي، ما علي نقول لكم أنه في ولاد وجيه. مشاهدينا الكرام،
لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله إذا ما صح هذا الخبر، لأن ما كاينش حاجة رسمية، لكن إذا ما صح هذا الخبر، لأن مصادر إعلامية أكدت على أنه قد توفي في السبيطار الإدريسي، نتمنى على أن نتمنى على أنه حسب تأكيد الزملاء ديالو فإن هو التقى مجددا بهناك في الدائرة الثانية، ما عنده حتى شي مشاكل في العمل، وما يروج للطرف المتواجدين في أي مكان فإنه العائلة ديالو جات توافد على المنزل ديالو. حسب يعني بعد الهضره مع الزملاء، يعني ما اكدوا بعض الزملاء ديال الشرطي، يعني هذا الحادث بعيد عن العمل ديالو ولا يعني ضغوطات العمل وهكذا، يعني غتكون عنده شي حاجه اخرى. نتمنوا لان التحقيقات القادمه تكشف شنو الاسباب الخفيه وراء اقدام هذا الشرطي اللي كيقول والله التحق بمدينه القنيطره وبالضبط الدائره الثانيه على الانتحار وعلى وضع حد الحياة ديالو. حقيقة المشاهدين الكرام على قناة عبير، مهنة رجل شرطة ماشي سهلة، مهنة دراكي ماشي سهلة، مهنة قوة مساعدة ماشي سهلة، مهنة جنودنا مرابطين في الحدود ماشي سهلة. حقيقة خاص إعادة النظر في يعني في التعامل مع الناس ودعمهم وعطائهم يعني مجموعه من الامور، يعني كيتوقع شي حوايج ما تيكونش قاصدينها ولكن تتوقع، وهذا الشيء كيضرنا في خاطرنا وكيؤدي يعني شي حوايج ماشي صحاح. نتمنى من الله اعاده النظر وانه تعطاهم، خصوصا وانا ما يمكنش لي انني ندوز بلا ما نهضر على الجنود المغاربه المرابطين في الحدود اللي كيسهروا ليل ونهار على حمايتنا وعلى حماية الحدود ديالنا. الله يصبر عائلة هذا الشرطي، الله يصبر عائلة هذا الشرطي. وجب كل الدعم كاع الأبناء كاع الأعين الصاهرة على هذه البلاد ديالنا، كاع الأعين الصاهرة على حمايتنا، لأنهم فيهم خوتنا ولاد عائلتنا وجيراننا وحبابنا، ضروري تلقى واحد في سلك الأمني أو الجندي أو نتمنى. ولأنه للأسف يعني لا أجد الكلمات، والله لا أجد الكلمات، حقيقة لا أجد الكلمات. مشاهدينا الكرام، يعني العائلة ديالو كاينة تما. مشاهدينا الكرام، راجع بير اختي، ممكن نسولو من العائلة؟ من العائلة كي 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 كان المعاملة ديالو كي كانت؟ شنو عمرها طاهر؟ ها ممكن صحافي يا واش بان اه صح انا اسمح لي اعتذر. ممكن نسولك اختي؟ اه ماشي مشكل. اسمحي لي اسمح لي فهمت قليا حاجه هادشي اللي عرفنا منين جينا حنايا تبعنا السبيطار نبيل فين تما كيفاش غادي يكون معرفين شي شويه قضيه ما عرفناش كيفاش كاين شويه ديال كيف تلقيت هذا الخبر؟ خويا والله جبنا بحال الصدمه، السيد اللي كان الله يعمر لي راجل طيب، كنت نعرف في المراه ديال الصديقه ديالي الله يعمر لي الصراحه، يعني ساكن مع الاخ ديالي عمرو لا مشاكل لا حتى حاجه، السيد طيب والله يعني شهاده الحق تنقول في السيد الله يعمر لي. انا شفتو شي جوج مرات ولا ثلاثه يعني سيد السيد الله يعمر لي، سمح لي سمح لي شويه في الهضره. ما عرفتيش المولابات فين هاد السيد؟ شنو المشكل اللي وقع؟ لا ما عندناش سمعني، السيد طيب الصراحة وظريف، والزوجة ديالو الصديقة ديالنا الله يعمر لهم هادشي اللي سمعت خويا، وجار الأخ ديالي راه دابا شي ثلاث سنين ولا أربع سنين هو ساكن معاه، زعما راجل الله يعمر لهم
حنا براسنا تجمعنا عليه كاملين صراحه. بارك الله فيك. نمشي معاك. نسولك اختي كي 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 يعني كيفاش تلقيتوا هذا الخبر؟ خويا جاتنا بحال الصدمه الصراحه. هو كان غير الصديق ديال الجار ديال الاخ ديالي، وتنجي عندنا الاخ ديالي وتنعرف المراه ديالو وكل شيء، زعما الله يعمر ليه الدار، هذا الشيء اللي تنعرف عليه. يعني ما كانش عنده شي ضغوطات ولا؟ لا لا الحمد لله، يعني ما عنده حتى حاجه خايبه ولا عنده شي ضغوطات. يعني السلوكات ديالو لا الله يعمر ليه الدار، السيد مؤمن وتيصلي وتعرف بينه وبين الله، هذا الشيء اللي تنعرف عليه انا، شهاده حق نقولها فيه. كيفاش تلقيتوا الخبر؟ جاتنا خويا بحال الصدمه الصراحه، حنا في الاول ما قالوش، ما كانش كان باقي ما توفاش. يلا عاد تلقينا الخبر عاد. كي تلقيتوا في السبيطار كيفاش؟ خويا جاتنا حنا قلنا صافي راه غيكون عايش، تسولنا عليه قالوا لنا راه مزيان، من بعد من جات لومبيلونس ومشى عرفنا راه توفى. كان كيعيش شي توتر ولا شي شنان عائلي؟ لا خويا الحمد لله كان عايش مع مرته مزيان الصراحه. سمعنا حيت المراه ديالو الصديقه ديالنا وجيران ديال الاخ ديالي الله يعمر ليه الدار. سمعنا بان سبب الوفاه هو ضغوطات عائليه. لا ما كاين لا ضغوطات، شوفي الانسان قالك تطيح البقره تكثر الجناوه، ما كاين حتى حاجه. السيد ظريف الله يعمرها دار، خدام على وليده ومرته راه اونسات مسكينه، راه الشهر السابع دابا وفرح بهذاك الابتلاء اللي غيتزاد عنده غير هو ربي. شحال كان كيبلغ في السن ديالو؟ ما نقدرش ما عرفتش، باقي جامع تقريبا يعني شاب يعني باقي شاب. باقي امتى دخل القنيطره؟ دابا دي شي 3 سنين وربع سنين واقيله، واقيله شي 3 سنين وربع، دابا شي 4 سنين بس ساكن مع الاخ ديالي. كان كيمارس المهام ديالو في ظروف عاديه؟ لا عاديه يعني، حتى دابا ما كذبش عليك دابا في السبيطار قال اصدق الاصدقاء ديالو البوليس وداك الشيء كلهم تيقولوا فيه شهاده حق، صار الرئيس ديالو تيقول فيه شهاده حق. صراحة راجل كان طيب، ويعني السبيطار داو للسبيطار المستشفى الادريسي ولا داو للمريفي؟ لا الادريسي، الادريسي كان غيدو للمريفي ولكن مسكين ما صافي توفى. دوك الزوجة ديالو دابا باقا ما ثقاش خبر بانها توفى. دوك الرصاصات اللي تلقاهم واش في الراس ديالو اولا في العنق؟ ما نقدرش نقول. ما عندكمش فكرة؟ لا ما عنديش فكرة خويا، ما عنديش فكرة. كيفاش دابا انت كنتي مع الاسرة ديال هذيك، كيفاش الحالة النفسية؟ يعني الحالة ديالها يرتلى يعني، واحد ما نكذبش عليك بقات فينا مسكينة. يعني تنتمنى يا ربي ما طرى لها حتى حاجه، لحقاش لا هي لا بنتها، حيت قالك بنتها ملي دخلت وشافت باها في ديك الحاله خرجت شويه كان عنده الوليدات هو عنده بنيته عندها 6 سنين وحامله مرته دابا عندها 7 شهور. لقيتها اللي في الدار كانت الاسره ديالها؟ لا ما كانش، لا كانت مرته خدامه جات دخلت ولقاتو طايح. شنو تبغي تقولي للناس اللي كتعيش الضغوطات النفسيه؟ ما يعني ما يديروش من هذه المساله هذه، شوف ربي كبير الحمد لله، مادام خلق الانسان تقد به. يعني يتماسك بنادم يبقى يحاول يتماسك وما يديرش هذيك الضغوطات تاثر عليه ولا هذه، حيت ما كاينش شي حاجه تستاهل، ما كاينش شي حاجه تستاهل. وتنطلبوا ليه الرحمه مسكين، الله يرحمه ويوصي عليه، الله يرحمه ويوصي عليه، هذا الشيء اللي تنطلبوا ليه مسكين. يعني حتى الاصدقاء ديالو الصراحه تيقولوا فيه كاع كلام طيب، كلهم تيهضروا فيه هضره طيبه. سمعني بانه يلاه تخرج من الاكاديمي والتحق بالسلك الامن مؤخرا، واش ما كانش عنده شي لا ما عنده، لا ما عنده حتى حاجه الحمد لله، حتى حاجه كل شيء مزيان، حتى في الخدمه ديالو مزيان، الرئيس ديالو تيشكره الصراحه، كل شيء تيشكره. السيد كان طيب ما نكذبوش عليه، راه هو فضل الحق وحنا فضل الباطل. وجات تزامنا مع وفاه الشاب في مدينه انزكان في حي تراست، يعني نفس شجار عنيف كان بغى يفك واحد الشجار عنيف وتوفى حتى هو، تلقى واحد في العنق ديالو، هذا واحد الشخص، واحد الشخص اخر. اما هذا لا مسكين، هذا ما كاين حتى حاجه، ما عنده لا مشاكل الحمد لله، المهم مسالم. سيد شوف داخل سوق راسو، انا تنجي عند الاخ ديالي مسكين، تنكون انا طالعه في الدروج اقسم بالله، تنطلع انا وهو عاد تيطلع. السيد طيب الله يعمر ليه الدار. شكرا. والله هذه الشهاده تطلبوا لي الرحمه، الله يرحمه ويوصي عليه، الله يرحم جميع المسلمين، ويصبر مرته وبنته مسكين، الله يصبرها يا رب. شكرا شكرا لك، شكرا لك، ميرسي. كان هذا التصريح، يعني شنو انت من جيرانهم؟ اه انا من جيرانهم. كان هذا التصريح احد الجيران، جيران لهذيك مشاهدينا الكرام. كان تصريح جيران لهذيك. تلقينا خبر ولا نبأ وفاة الشاب قيد حياته اللي كان كيحمل منه الشرطة
اللي فعلا ثبت انه فعلا قام عملية الانتحار، ولكن ما عرفناش الرصاصتين تطب في 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 انتحارهم. أسامة شكرا درتي لنا الضوء. المشاهد الكرام، كتشوفوا منزل الهالك الشرطي، مفتش الشرطة قيد حياته، مفتش الشرطة الدوزيام في مدينة القنيطرة. الآن نحن مباشرة من مدينة القنيطرة، بالضبط منطقة ولاد وجيه. الله يصبر العائلة ديالو، الله يصبر الأسرة ديالو والزملاء ديالو في عمل. والوليدات وعلى حسب حد جيران الزوجة ديالو مسكينة يعني حاملة، الله يصبرها. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نتمنى لأنه ينال إعجابكم وأنكم تدعيوا بالرحمات. دائما تجيبوا الخبر من قلب الحدث، نتمنى أنكم يعني تبارطاجيو وأيضا تدعيوا بالرحمات لهذا الشرطي اللي يعني توفى بعد أنه بعد طلقتين دارهم. توفي الشرطي، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر العائلة ديالو يا ربي، والله يحمي بلادنا، والله يحمي الأعين الصاهرة على حماية هذا الوطن. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية البث المباشر، نتمنى أننا نكونوا قربنا لكم الصورة. والله يرحم، الله يصبر عائلته يا ربي يا ربي، والله يحمي جميع رجال الأمن وأيضا جنود المرابطين في الحدود وأيضا القوات المساعدة وأيضا الدرك الملكي. هاد الأعين الصاهرة على حماية الوطن ديالنا، الله يحميهم والله يحمي الوطن ديالنا اللي تنبغيوه اللي تنموتو عليه. مشاهدينا، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، إلى اللقاء في بث وفي ظروف أحسن وأفضل. الله يصبر العائلة ديال الشرطي، مفتش الشرطة الهالك، الله يرحمه في هذا النهار. مشاهدينا الكرام.